السلام عليكم ورحمة الله، أنا محمد رشدي وأهلا بكم في ثالث فيديو من كورس Virtualize from Scratch. النهاردة إن شاء الله هنتعلم إزاي نعمل Installation لأول ESXi Host عندنا. الموضوع في منتهى السهولة، مجرد Next 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 مش أكتر، مفيهوش أي تعقيدات، بس بنعمل داونلود للسي دي وهنشوف بنعملها داونلود منين وبنبتدي الانستوليشن بتاعنا. طيب دي بالنسبة لمواضيع الكورس. احنا اول 3 نقط اللي هم الديمد دول خلاص خلصناهم في الفيديوهين اللي فاتوا، والبولد هو الموضوع اللي احنا بصدد ان احنا نشرحه ان شاء الله في الفيديو ده. طيب بالنسبة للسيستم ريكويرمنتس، سيستم ريكويرمنتس ليها مينيمومز والماكسيمومز، يعني ما اقدرش اقول مفتوحة، بس على قد ما ربنا يكرمكم بفلوس تقدروا تشتروا ريسورسز جيبه، ده طبعا لو ان البرودكشن عندك محتاج او مستاهل يعني. اوكي طيب المينيمم زي ما احنا شايفين يكون السي بي يو فيه 2 كور، او توتال الكورز اللي في السيرفر عندنا فيه يكون فيه 2 تو كورز. اوكي في فانكشنز المفروض ان هي تكون انيبلد على، او اوبشنز تكون انيبلد على السي بي يو، بنعملها انيبلنج من جوه البايوس. اوكي في فانكشن اسمها ان اكس دي. اوكي وفي فانكشن تانية علشان اقدر افيرتشوالايز 64 بيت اوبريتنج سيستمز. لازم بالنسبة لو انا عندي البروسيسور انتل، وطبعا ده الشائع، في اوبشن اسمها في تي داش اكس نعملها enable من بايوس السيرفر، او لو السيرفر عندي اي ام دي ففي فانكشن تانية اسمها ار في اي بنعمل لها enable. وباي ديفولت يعني كل السيرفرات اللي في الوقت اللي احنا فيه باي ديفولت هو virtualization ready، وبيكون الاوبريتنج سيستم رقم واحد اللي بيدعمه هو الهايبرفايزر. اوكي الرام مينيمم 4 جيجا، و4 جيجا دول يا دوب يعني علشان يقوموا بس الهايبرفايزر، بس از مينيمم يعني. اوكي الهارد ديسك على الاقل 1 جيجا بايت. طبعا بالنسبه للهارد ديسك هي ليها يعني تشريح كده، الاوبريتنج سيستم ليه جزء، وفي جزء اسمه سكراتش بارتيشن ده اللي بيكون عليه لوكس، وجزء اسمه كور دامب، هنحاول نشوف تفصيل عنهم شويه واحنا ماشيين في الفيديو. اوكي بس ات مينيمم يكون عندنا 1 جيجا بايت. انا اقدر اعمل الانستوليشن بتاعي على، طبعا احنا يعني احنا في الوقت الحالي بنتكلم على ستاند الون هوست، او حتى لو كمان مربوط بسان ستورج، فاقدر اعمل على لوكال هارد ديسك، اقدر اعمل على يو اس بي فلاش ميموري راكبه في السيرفر، اقدر اعمل عليها الانستوليشن، بس يكون الحجم حجمها ما يقلش عن 1 جيجا. انا يعني انا شخصيا هنا في اللاب عندي الاي اس اكس اي اللي انا بستخدمه في اللاب، اللي هو يعني بلاتفورم اللاب نفسه، انستولد على فلاشة 1 جيجا فعلا، بس ده مش ريكومندد لاسباب. ممكن يتعملوا انستوليشن على اس دي كارد، وفي معظم السيرفرات اللي بتباع في الوقت الحالي في سبيسيفيكيشنز في الهاردوير سبيسيفيكيشنز في السيرفر بيقول لك انه ممكن يبيع لك مع السيرفر اس دي ميموري كارد فور دي اس اكس اي انستوليشن، ولا باس بيها، وبالعكس دي يعني اوفر من ان انا اهدر هارد درايف على الفاضي. وهنفهم اكتر شويه لما نتحرك في الفيديو. يكون على الاقل في كارت واحد نتورك يكون سرعته جيجا بت. اوكي بورت واحده يعني في السيرفر. طيب بالنسبه للريكومنديشنز، دي الريكومنديشنز دي يعني جزء منها ريكومندد من في ام وير، وجزء ريكومندد من عندي انا. بالنسبه لعدد السي بي يو كورز يعني as many as possible. اوكي يعني as many as you can purchase، يعني على قد ما تقدر تجيب سي بي يو، طبعا طبقا لاحتياجاتك وطبقا للورك لودز اللي هتكون شغال عليه. كل ما كان عدد الكورز اعلى كل ما كان احسن. في حاجة كمان معذرة مش مكتوبة هنا، في فيتشر اسمها الهايبر ثريدنج، المفروض تكون كمان انيبلد في البايس، تكون انيبلد على السي بي يو. الهايبر ثريدنج بيقسم الفيزيكال كور، مش الفيزيكال سي بي يو، الفيزيكال كور اللي في السي بي يو بيقسمه الى اثنين، الى تو كورز، تو لوجيكال كورز. فلو البروسيسور عندنا مثلا في تو فيزيكال كورز،
لما تكون الهايبر ثريدنج انيبلد هيكون عندي الاجمالي 4 لوجيكال كورز. في ام وير بتريكومند ان انا انيبل الهايبر ثريدنج، وباي ديفولت معظم السيرفرات في الوقت الحالي لما تيجي تشتريها هي اوريدي فيتشر الهايبر ثريدنج انيبلد في البايوس. اوكي، الرام يكون 8 جيجا علشان نقدر نشغل فيرتشوال ماشينز. اوكي، الاستورج تكون الهارد ديسك اللي هيتعمل عليها الانستوليشن حجمها هيكون على الاقل 8 جيجا، ويكون عندي على الاقل بالنسبه للنتورك يكون عندي على الاقل 4 كروت نتورك او 4 ايثرنت بورتس، تكون كل واحده سرعتها جيجابت، ويفضل لو اسرع من كده. اوكي، طيب بالنسبه لللاب، اللاب اللي احنا هنشتغل عليه ان شاء الله، يعني اللي موجود عندي هنا، السيرفر اللي هشتغل عليه او يعني السيرفرات الاي 6 ايز، احنا هيكون عندنا 3 اي 6 اي سيرفرز، هيكون كل واحد فيهم equipped ب 4 سي بي يو كورز، كل واحد فيهم هيكون عليه 8 جيجا رام. بالنسبه للستورج اللي هنعمل عليه الانستوليشن او يعني الاستورج اللي هتكون موجوده في كل اي اس اكس اي عندي في اللاب، هيكون في هارد ديسك حجمها 8 جيجا، ودي اللي هنعمل عليها الانستوليشن، وهو الانستوليشن الاي اس اكس اي هياخد بالظبط 7 جيجا ونص، هنشوفها مع بعض عمليا يعني، وهيفضل 500 جيجا من الدرايف. اوكي، ويكون عندنا درايف تاني حجمه مثلا 50 جيجا، ده اللي هيكون ستورد عليه الفيرتشوال ماشينز. بالنسبه للنتورك، انا هيكون كل اي اس اكس اي هوست عندي اكويبت ب 8 كروت نتورك، كل كارت فيهم سرعته 10 جيجا بت، يعني تقول يعني ما شاء الله، جاب منين هيجيب منين في اللاب عنده 8 بورتات وكل واحده فيهم 10 جيجا؟ لا، ما انا هشرح لحضرتك انا ليه 8 مبدئيا، وعلى فكره ممكن نحتاج اكتر، وهي بتفرق من سيناريو للتاني، بتفرق من انستوليشن للتاني، من شركه للتانيه، وعلى حسب الهاردوير اللي عندي وعلى حسب احتياجاتي. اوكي، ممكن انا اكون في شركه محتاج 12 كارت نتورك في السيرفر مش بس 8، يعني ما تستكترش 8، وممكن اكون شركه ومحتاج يا دوب يعني حلو قوي عليا كارتين نتورك في السيرفر، فهي بتفرق من انستوليشن للتاني. احنا في اللاب هنحتاج 8 كروت، انا محتاج كارتين اكتر كمان، يعني انا محتاج 10 كروت، بس عشان ما نعقدش الدنيا على نفسنا هنخليها 8 كروت. واحنا ماشيين في الكورس ممكن يعني احكي لكم كده ان شاء الله ان انا ازاي كمان ممكن استخدم كروت اقل من كده. يعني افرض انا عندي بليد سيرفر، وكل بليد سيرفر فيه بس 2 بورتس، هعمل ايه؟ خلاص هم اللي موجودين هستخدمهم، ويا حبذا لو يكونوا ال 2 بورتس دول 10 جيجا، ده هيبقى هايل، انا مش محتاج اكتر من 2 بورتس، انا اقدر جوه ال 2 بورتس اعمل تقسيمات للترافيك، نشوفها مع بعض واحنا ماشيين في الكورس. اوكي، طيب هو احنا هنا خلينا نرجع كده لورا السلايد اللي فاتت. اوكي، طيب انا عندي حاليا هاردوير، يعني اوكي انا عايز في شركتي اروح للفيرتشواليزيشن، هل هشتري هاردوير جديد ولا ممكن استخدم الهاردوير اللي عندي؟ والله ده على حسب، هل الهاردوير كومباتبل، دي اول حاجه. تاني حاجه، هل انت عندك مساحه على الهاردوير اللي متاح عندك حاليا انك تعمل فيه كده ولا لا؟ ممكن تكون يعني ممكن يكون اصلا انت حاليا عندك عكس، فمش هيكون عندك فيزيكال سيرفر زياده تعمله اي 6 اي، فهتحتاج انك تشتري سيرفر. فهي يعني بتفرق من سيناريو للتاني، انت ممكن تبتدي ب اي 6 اي 1 وتبتدي تنقل عليه سيرفراتك وتفضي السيرفرات واحد واحد، ويعني المفروض نتكلم على القصه دي ان شاء الله في الكورس، ان ازاي ان انا احول الفيزيكال ورك لودز اللي عندي الى فيرتشوال ورك لودز، يعني احول انا عندي فيزيكال سيرفر ازاي احوله الى فيرتشوال سيرفر. هديكم فكره عنها ان شاء الله. اوكي، طيب بالنسبه لكومباتيبلتي الهاردوير بتاعي، انا اعرف منين ان السيرفر بتاعي ده اللي موجود عندي حاليا في الانفايرمنت كومباتيبل مع الفي ام وير في سفير؟ اوكي، بسيطه. هنروح لبيج، نفتح الويب براوزر. اوكي، الصفحه دي اسمها في ام وير كومباتيبلتي جايد، ده جايد استخدامه سهل جدا على موقع في ام وير، ودي اليو ار ال بتاعته سهل. انا ولو في جوجل كتبت في ام وير كومباتيبلتي جايد، او انا كمان هحط اليو ار ال دي في الديسكربشن الفيديو تحت.
اوكي، بتخليني اقدر اعرف اذا كان الهاردوير اللي عندي، الهاردوير كله بقى يعني السي بي يو اللي عندي، الرام، كروت النتورك، كروت الفايبر شانل، اي كروت اخرى، هل هي كومباتبل مع الفي ام وير في سفير ولا لا. طيب يعني خلونا نجربه كده. مثلا انا مختار هنا، انا بختار من هنا الفيرجن، اوكي الفيرجن، فالفيرجن هنا في سفير اي 6.5، وهختار البراند على سبيل المثال اتش بي، وخلينا نقول اتش بي اي بقى، اوكي اللي هي هيلي باكت انتربرايز، دي السيرفرات خلاص. يعني مش هحتاج احدد في الكريتيريا حاجه اكتر من كده، وهنقول له ابديت عشان يسيرش. اوكي، دي نتيجه البحث، ظهرت تحت هنا بكل موديلات اتش بي الكومباتبل مع الفي سفير 6.5. يعني على سبيل المثال هنلاقي هنا للناس اللي بتستخدم البليدز مثلا، في او البليد البرو لاينت، البليد 460 سي جن 10، هنلاقي ان هنا بيسبورت اي من الاي 6 سايز، بيسبورت 6.5 ابديت 1 و6.5 و6.0 ابديت 3 كمان. طيب لا انا عندي سيرفر قديم شويه، او ماله نشوف. خلونا نجرب هنا، نكتب كيورد برو لاينت مثلا دي ال 380، نشوف هيطلع لنا ايه في نتيجة البحث تحت. اوكي دي السيرفرات ال اتش بي ال دي ال 380 من اتش بي اللي بتسبورت، سوري اهو، سيبك من الجين 8 او الجين 9 والجين 10 طبعا بيسبورت. خلينا نرجع لورا شوية، هنلاقي ان انا يعني على سبيل المثال اوكي البي ال اللي هو البليد ماشي، الدي ال ماشي، دي ال 120 جن 9، هنلاقي انه بيسبورت 6.5 يعني 6.5 و 6.0 كمان. على فكرة اقدم من كده كمان من اتش بي بيسبورت، يعني بتعاملاتي انا مع اتش بي، اقدم حاجة في اتش بي ممكن تدعم في سفير 6.5 تحديدا هو جن 8، اي حاجة جن 8 بتدعم 6.5. لو عندي جن 7 لا، جن 7 اعلى حاجه يقدر يدعمها 6.0 ابديت 3، بس مش ازمه. يعني الفروقات اللي ما بين الاديشنز ما بين 6 مثلا 5.5 في سفير 5.5 وفي سفير 6.0 وفي سفير 6.5، الفروقات مش جوهريه، يعني اوبشنز زياده وماكسيمز بالنسبه للكاباسيتيز، لكن يعني لو بستخدم 5.5 غلط، لا هو مش غلط، انا ممكن يبقى عندي سيرفر عتيق شويتين ثلاثه مش هيدعم غير 5.5، بس هو حاليا يعني ما عادش خلاص ينفع ان انا اشتري 5.5، ويعني لانه هيخرج كمان من السبورت، بس انا مش متاكد امتى بقى، يعتبر قديم دلوقتي 5.5. اوكي طيب بالنسبه للداونلود، انا عايز اعمل داونلود للسوفت وير في ام وير، منين؟ من موقع في ام وير برضو، هنلاقي هنا على الشمال في ايكون اسمها داونلودز. يعني لو انا رحت على vmware.com هلاقي على الشمال البار ده نافيجيشن بار، ادوس على داونلودز او اكتب downloads.vmware.com هيجيبني على الصفحه دي. احنا عايزين نعمل داونلود للفي ام وير في سفير سوفت وير، فهاجي هنا على في ام وير في سفير وهكليك على داونلودز. اوكي طبعا انا من هنا بختار الاديشن بتاعتي، احنا واقفين الديفولت طبعا هو بيقف على احدث حاجه 6.5. هنلاقي هنا عندنا ايه، اوكي هنا البرودكت نفسه زي ما حضراتكم شايفين كده، طبعا ده نوع اللايسنس، بس ما نشغلش بالنا قوي بالمكتوب هنا. اهم حاجه عندي انا عايز ايه، انا عايز الفي ام وير في سفير هايبرفايزر اي اس اكس اي، اوكي، وهنحتاج كمان الفي سنتر سيرفر. ممكن تعملوا داونلود للاثنين، اخر اديشن دلوقتي وانا بصور الفيديو ده في يناير 2018، احدث حاجه بالنسبه ل 6.5 هي 6.5 ابديت 1، وبالنسبه للفي سنتر سيرفر هو ابديت 1 اي. اوكي هاجي هنا اقول له جو تو داونلودز، انا محتاج اكون عامل لوجين الاول يعني، فيعني ممكن ما يسمحليش ان انا داونلود دي الاديشن اللي احنا واقفين عليها، وممكن نرجع لفيرجنز اقدم شوية على حسب الهاردوير اللي عندنا.
اوكي، اللي احنا بنعمله داونلود هو الايزو، الايزو ايمج اهي، اللي هي اول واحده، اللي هي في ام وير في سفير هايبرفايزر اس اكس اي ايزو ايمج، دي اللي فيها، واللي يكون كمان اللي تكون كمان بتانكلود الفي ام وير تولز. هنعرف ايه هي الفي ام وير تولز بعدين. دي مساحتها، اوكي، وانا اعمل لها داونلود. نيجي هنا وندوس على داونلود ناو، بس انا مش هعمل لوجن فمش هيبتدي الداونلود، بس anyway. طيب حاجه تانية مهمه كمان، انا مش طبعا الايمج دي الجنرال ايمج من في ام وير، ممكن انزلها واجربها وتشتغل، وممكن ما تشتغلش بسبب الهاردوير، الهاردوير درايفرز، هو اوبريتنج سيستم في النهايه وبيحتاج درايفرات للهاردوير اللي عندي. طيب فالاحسن ان انا اختار الكاستم ايسو ايمج اخر واحده اهي. هنلاقي ان كل فيندور، يعني اتش بي، اتش بي اي، ديل، سيسكو، اوكي، الفيندورز دي بتعمل كاستم ايمج، هنلاقيها موجوده هنا. الاول ابتدي بدي، لو ما عملتش انستوليشن، والناس اللي بتستخدم ديل يعني يا ريت تروح تنزل الكاستم ايزو على طول، بس يعني ما تضيعش وقت، اوكي. غير كده جرب دي الاول، والله لو كل الهاردوير معاك شغال متعرف خلاص تمام، دي احسن، لان في بعض الاحيان الكاستم ايمجز بيكون فيها باجز من ناحيه الفيندور نفسه. وانا حصلت لي، انا حصلت معايا في برودكشن مع اتش بي، مع اتش بي كاستم ايمج، ان الكاستم ايمج بتاعت اتش بي مع موديلات معينه من السيرفرات عندي عملت لي مشاكل، فاضطريت ان انا ريفورمات كله واستخدم الجنرال. فبيفضل الجنرال، وبعد كده ممكن بعدها نبقى نعمل ابديت للايمجز، عفوا ابديت للدرايفرز بطريقه تانية عن طريق الفي ام وير او الفي ام وير ابديت مانجر او فام، هنعرف الفام ده بعدين. اوكي، ده بالنسبه للاي 6 اي خلاص. باك باك، وبعدين نداونلود الفي سنتر. الفي سنتر ما فيهوش يعني اختراع، بس هنختار اديشن معينه بالنسبه للفي سنتر سيرفر. الفي سنتر سيرفر بيجي باكتر من فليفر، يعني اتكلم عن الفي سنتر بالتفصيل بعدين. في منه فور ويندوز، وفي منه هارد، يعني ابلاينس، حاجه اسمها ابلاينس، هنعرف ايه الابلاينس دي بعدين. اوكي، فانا هنزل الفي ام وير في سنتر سيرفر ابلاينس حجمها 3 جيجا وكسر، دي اللي نعملها داونلود. اوكي، نبدأ الديمو ونروح للسيرفر اللي عندنا ونبتدي نعمل انستوليشن لأول ESXi سيرفر.